الحمد لله على منته وهداه، وأشكره سبحانه على سابغ ومترادف نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا واشكروا نعمته ومنَّته عليكم سبحانه بأن بعث فيكم نبيه وخاتم رسله محمدًا صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة ليعلمكم ويزكيكم وينقذكم من جهلكم وضلالكم. قال تعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه ممتنًا على معاصر الوحي واللاحقين من بعدهم إلى أن يأتي بأمره: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فامتن ربنا تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين به بأمرين: الأول ما بعث به عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم من الهدى والبيان اللذين هما العلم النافع دنيا وآخرة، وهما الهدى وهما البلاغ والبيان. والثاني التعليم والتزكية وحسن الأسوة التي هي العمل الصالح بذلك العلم فعلًا وتركًا وحالًا على الوجه الأكمل المرضي لله عز وجل، والذي أثبت سبحانه وتعالى رضاه به ومثوبته عليه لأهله بالجنة وما فيها من الرضوان العظيم والنعيم المقيم في مقام كريم. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بهذا الفضل والتكريم. أيها المسلمون، ولقد أثبت ربنا تبارك وتعالى منته على عباده بذلك في كلام محكم يتلى على مسامع الناس على مر القرون والأجيال إلى أن يأتي سبحانه بأمره فيرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. قال تعالى ممتنًا على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه ممتنًا على الأمة بذلك وحاضًا لها على ذكره وشكره: كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم الآية. معشر المسلمين،
وكما امتن ربنا جل وعلا ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة والتعليم والتزكية وحسن الأسوة، امتن على المؤمنين بشرح صدورهم لقبوله والاهتداء به، فقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. معشر المسلمين، اشكروا الله تبارك وتعالى على هذا الإنعام، واغتبطوا بدينكم دين الإسلام، واثبتوا عليه وأحسنوا التمسك به وحسن الإسوة والدعوة لغيركم بالعمل به، واحذروا أمور أهل الجاهلية الطغام من الملاحدة واليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من ضلال الأنام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيها المؤمنون، لقد بيَّن ربنا جل وعلا في هذا السياق الكريم والتنزيل المحكم الحكيم أمورًا ينبغي أن تكون على بال المسلم. الأول: التذكير بشأن أعظم ما ذكره سبحانه من جلائل نعمه التي هي أصول نعم الدنيا والآخرة، وهي الهداية إلى الإسلام، ثم اتباع سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، واتباعه أو اتباع أصحابه الكرام، ثم الاجتماع على الدين وولي الأمر وجماعة المسلمين، وترك التحزب والتفرق في الدين. الثاني: أنه تعالى يحب من عباده الذكر والشكر لنعمه والاعتراف بها بالقلوب والألسن واستعمالها في طاعته، وألا تتخذ سلما ووسيلة إلى معصيته حتى لا تتبدل بأضدادها، فإن النعم إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت وزالت، ووالله ما زالت نعمة عن قوم فعادت إليهم. الثالث: أن من أعظم أسباب زوال النعم وموجبات الاختلاف والتفرق طاعة الكفار من أهل الكتاب والمشركين، والسماع لشبهات وأراجيف المنافقين المندسين بين المسلمين، كما نبه ربنا جل وعلا على ذلك بقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقوله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقوله جل ذكره: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
وقال سبحانه عن المنافقين: ودوا ما عنتم، أي ما شق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تبارك اسمه: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. معشر المؤمنين، لقد حذر الله جل وعلا أهل الإسلام رعاة ورعية من عداوة ومكائد أعداء الملة الحنيفية من الملاحدة وأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن المشركين والمنافقين، ونص على أنهم على الدوام أعداء لأهل الإسلام، وأنهم يجتمعون على عداوة المسلمين وعلى الاجتهاد في اعتاد القوة من عتاد وعدد، وأنهم يحيكون ويحكمون الخطط والمؤامرات لقتال المسلمين وإزالة دولتهم إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا فقد دلت الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والواقع المعروف في تاريخ الإسلام أنهم إذا لم يستطيعوا حرب المسلمين لضعف منهم أو اختلاف وعداوة طارئة بينهم أو مراعاة لمصالح يطمع فيها بعضهم اكتفوا بإثارة الشبه وتجديد الضلالات والتواطؤ مع المنافقين ومن في قلوبهم مرض في تزيين باطلهم وإغراء جهال وأغرار المسلمين بالأخذ بمنحرف سلوكياتهم وضال مسالكهم وتهويج ذوي الأهواء والبدع من الصوفية والخوارج والروافض والتواطؤ معهم على الإفساد في مجتمع المسلمين وإتلاف ثرواتهم وقطع سبلهم والإخلال بأمنهم إلى غير ذلك من ألوان مكرهم وتسلطهم التي يعرضون بها عن هدى الله ويصدون بها عباده عن دينه وهداه حسدا لأهل الإسلام على ما حباهم الله من فضله من أنواع النعم وموجبات الفوز بالعظيم الثواب والكرم، وأنهم أعداء للدين الحق في كل زمان ومكان، وأنهم يتناصرون وينصرون أهل الجاهليات من ضلال الأمم ممن هلك من العرب والعجم، فينتصرون لهم بذكر مآثرهم وآثارهم وتعظيمها وحظ الناس على الأخذها عنهم إلى غير ذلك من أنواع المكائد والشرور التي يسعون بها ليل ونهار للنيل من الإسلام وتفريق أهله وجعلهم أحزاباً وشيعاً متحاربة متقاتلة ينتهكون الأعراض ويخفون الشعائر ويفعلون ما يفعلون من انتهاك الحرمات والتزهيد في الاستقامة إلى غير ذلكم. فخذوا عباد الله حذركم من أعدائكم واشكروا نعمة الله عليكم وأحيوا دينكم بينكم وورثوه للاحق أجيالكم تكونوا على خير في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار
فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد جاء الله جل وعلا بالإسلام العظيم، ذلكم الدين الحق الكامل، والشرع العام الشامل، والهدى النافع للعباد في الدنيا والآخرة، المشتمل على الإرشاد إلى تحصيل المصالح الكاملة أو الراجحة، على تحصيل المصالح الكاملة أو الراجحة وتكميلها، والتحذير والزجر عن الأمور والأعمال المشتملة على المفاسد الكاملة وتقليلها وتعطيلها. ذلكم الدين الحق الذي أكمله الله وأتم به الإنعام، ورضيه سبحانه دينا لأهل الإسلام، وأخبر أنه لا يقبل دينا سواه ممن يتعبد به من الأنام. جاء الله بهذا الدين العظيم والشرع المحكم الحكيم بعد فترة من الرسل وتحريف المنتسبين إلى الكتب المنزلة من السماء ما بأيديهم من الكتب، وتبديلهم وحكامهم لما ورثوه من عن النبوة من شعائر الملة وأحكام الشرعة وأخلاق النبوة، وإشغال الناس بما أحدثوه أو ورثوه عمن ضل قبلهم وحسبوهم على هدى، فاستعبدوا الناس لأنفسهم ولم يعبدوهم لله تعالى ربهم، وأكلوا أموالهم بالباطل، وصدوهم عن سبيل الله، وأقروهم على ما هم عليه من الضلال والباطل تعصبا لأسلافهم، أو محافظة على رئاساتهم في مجتمعهم، أو إشغالا للعامة عن منازعتهم سلطانهم ومشاركتهم دنياهم، أو تمييزا لأتباعهم عن أتباع غيرهم. فكانت الشعوب من العرب والعجم ما بين ملاحدة دهرية لا دينية أو متدينة بشرائع سماوية مبدلة محرفة، لم يبق منها إلا مسميات أو أعمال متوهمة يظن أنها مقربة إلى رب الأرض والسماوات، أو متعبدة مشركة معظمة للعظماء، أو من يظن صلاحه من الأموات، حتى عبدت التماثيل والقبور والأشجار والأحجار والكواكب والشياطين بتبرير صلاحهم أو محبتهم أو دعوى قربهم من الله أو مشاركتهم في تدبير الملك والتأثير في الخلق وجلب النفع والضر شراكة أو استقلالا عن الله تعالى. فلما ظنوا فيهم شيئا من الشركة في التدبير وجلب النفع ودفع الضر ونحوها من خصائص الربوبية، ألهوهم وخصوهم بشيء من العبودية أيها المسلمون. فكان من مظاهر جهل أهل الجاهلية الأولى عبادة الصالحين أو من توهموا صلاحه من الأموات، وتعظيم الجبابرة من الملوك والعظماء والشياطين وأصناف الطغاة، وتعظيم سلالاتهم وآثارهم، والخضوع لهم بما يحبون أو يظنون أنهم يرضونه من الأقوال والأفعال والأموال، تقربا إليهم أو خوفا منهم ممن على منهاجهم. فكان من جهالات أهل الجاهلية من مختلف الأمم تعظيم مناسباتهم التي يعظمونها أو اتباعهم عن في أو أتباعهم من مناسبات ميلاد أو اعتلاء على عرش أو استرداد ملك مسلوب أو وفاة عظيم. كما كان من ضلالاتهم اتباعهم لضال حكامهم وعلمائهم ممن ينتسب للحكم والعلم على ما أحدثوه أو ورثوه وثبتوه من مخترع العبادات، وتبديل ما بقي فيهم من أحكام الكتب السماوية بتحليل الحرام وتحريم الحلال، والنذور وبذل الأموال للأموات، وتغيير كل ما أدركه الناس من النبوة الأولى، حتى تعبدوا بالعري والصفير والتصفيق والزنا بالمحارم والشيوعية في الأموال والأملاك، وبالتفرق في الدين واستحلال الدماء ونهب الأموال. كذلكم كان من خصائص أهل الجاهلية سوء الظن بالله تعالى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية،
وأخطر ذلك وأشأمه على صاحبه ظن الإنسان أن الله تعالى لن يظهر دينه ولن ينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيخذل المؤمنين ويدين الكافرين والفاسقين عليهم أبدا. ومن سوء ظن أهل الجاهلية كذلك أن أحدهم إذا فقد غاليا عليه أو أصيب بمصيبة أو غير ذلك أساء الظن بالله تعالى وتكلم فيه بما لا يليق بجلاله سبحانه، وظن أن المصيبة دائمة وأن المصيبة دائمة وأن البلاء مستمر إلى غير ذلك. فهذه الخصال الجاهلية والأخلاق الكفرية اليوم يوجد في مجتمع المسلمين من المندسين بينهم من يملؤون أعمدة الجرائد ويشغلون وسائل التواصل بتقرير ذلك وتحسينه وأن هذا من المحافظة على التراث وغير ذلك إلى غير ذلك مما يلقبونه من الألقاب التي يحسنون بها الباطل ويزخرفونه ويزهدون الناس بالحق وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من السنن، حتى صاروا يزينون التبرج ويعظمون آثار المعذبين التي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها وأن يسرع إذا مر عندها، وصارت الآن بمثابة المتاحف ومحلات النزهة إلى غير ذلك من الأمور الجاهلية التي بدأ بعض الناس ينشطها ويدعو إليها ويزخرفها ويزينها في أعين الناس بدعاوى عريضة وألقاب مفتراة إلى غير ذلك من البلاء العظيم الذي حذر منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. واليوم قد نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، ودخل في الإسلام من اندس بين أهله نفاقا للكيد للإسلام وأهله، وجد من أصحاب القلوب المريضة والأهواء بالشهوات وغيرها من استغل هذا الواقع المؤلم ودخل المداخل الضيقة لأجل أن ينفذ إلى تحقيق مآربه والتشفي من الإسلام وأهله وتحقيق شهواته وبني جنسه. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا نعمة الله عليكم بدين الإسلام، واشكروه سبحانه على أنواع فضله على الدوام، واحذروا أمور الجاهلية ودعاتها، ولا تثقوا فيهم ولا تحسنوا الظن بهم، واحذروا أهل التحزب والتفرق الذين يريدون أن يجعلوا أهل الإسلام شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. رزقني الله وإياكم الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في كل أمر، وجعلنا أئمة للمتقين مباركين أينما كنا إلى آخر الدهر، كما أسأله سبحانه أن يحرمنا على النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، ووالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.